يقول ان الذي عليه قضاء من شهر رمضان المبارك فلو بادر لصيام هذه الايام المباركه من 10 ذي الحجه واجل قضاء رمضان، هل يجوز ذلك؟ هذه الأيام يعني هي محل للعمل الصالح بكل أنواعه وصوره. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عمل الصالح في أيام أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، وهذا يشمل كل العمل، وأوله وأصله الواجب الذي افترضه الله تعالى على الناس. فاشتغال الإنسان بقضاء الفروض والواجبات وبإتقانها أعظم أجرا من اشتغاله بالنافلة. ولهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أوصى من عليه صوم من رمضان أو غيره من صيام الواجب أن يقضيه في العشر الأول من ذي الحجة، لأجل أن يكون مشتغلا بواجب في أفضل زمان، والاشتغال بالواجب في هذا الزمان أعظم أجرا من الاشتغال بالمستحب. يعني الذي يشتغل بقضاء رمضان وأيام الصيام التي فاتته لعذر في رمضان في هذه الأيام هو أفضل عند الله عز وجل ممن يصوم هذه الأيام تطوعا. لماذا؟ لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا يتقرب الناس إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه جل وعلا مما فرضه عليهم. ولذلك كان الاشتغال بقضاء الواجب من صيام في هذه الأيام أفضل من اشتغال بصيام التطوع، ويدرك بذلك فضيلة عمارة هذه الأوقات بالصالح وبقضاء الواجب الذي فرضه الله تعالى عليه. وعموما الاشتغال بالواجبات حتى التي تتعلق بهذه الأيام، مثلا الفجر والظهر والعصر، الصلوات المكتوبات التي في هذه الأيام هي أعظم أجرا من الصلوات المكتوبات في غيره هذه الأيام، والنوافل في هذه الأيام هي أعظم أجرا من النوافل في غيرها من الأيام، لكن البداءة تكون بإتقان الفرائض. نعم. وإتمامها. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك.